بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات أوفياء إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الرحلة والمشوار مع برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاء، لمسة وفاء اللي نستقبل فيه خيرة من إطاراتنا الطبية وشبه الطبية. ونحن نعرف جميعا أن قطاع الصحة بصفة عامة يملك مجموعة طيبة من الأطباء، وكذلك الأطباء المساعدين والممرضين والأعوان أيضا، وهؤلاء جميعا يعملون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمرضى وللناس بصفة عامة. وكم يسعدني ويشرفني أن يكون بيننا في هذه الحلقة ضيف اعتمد على نفسه، وهو عصامي التكوين، وهو ممرض أول وسائق سيارة الوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش بالقيروان. قضى ما يقارب 38 سنة في هذا المجال، وكسب محبة أصدقائه ورفاقه طيلة هذه المدة. إذا ضيفنا هو سيوسف المكي، وهو الممرض أول. خلينا في البداية نفرح به، نقول لك سيوسف مرحبا بك سيوسف عبر موجات إذاعة الحياة FM. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا عايش. سيوسف، نحن اخترناك ومش اعتباطيا هكاك، اخترناك لان ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليك، عندك سجل حافل، سجل مهني حافل وكبير جدا. كي نشوفوا 38 سنه وانت رجل نجم نقول بعباره عصامي، كونت نفسك بنفسك، يعني اجتهدت حتى تبني لنفسك ولابنائك حياه كريمه. لو كنت تقدم روحك أكثر للسادة المستمعين، فمن يكون يوسف المكي؟ شكرا في البداية أمر، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. يوسف المكي من مواليد 10 ماي 1963، مولود بالقيروان. دخلت للمستشفى بن الجزار كعامل أبرانتي صغير، خدمت في الورشة متاع المستشفى. كانت فما ورشة في المستشفى يقوموا بالميكانيك والكل موجود، التوى ديجا الورشة موجودة لكن ما عادش يستعملوها كما قبل. دخلت أنا أبرنتي غادي، ومن ثم بديت نخدم ميكانيك. هذه فن عام سيوس؟ أنا دخلت عام 79. أيوة 79 دخلت أبرنتي صغير، بعد عملت السن القانونية باش وليت في 83، خديت رخصة السياقة. حتى كي دخلت ما عنديش رخصة سياقة، خديت رخصة سياقة، ومن ثم وليت نشتغل سائق ميكانيسيان ومن طون سائق، نهز نتنقل نهزوا المرضى لتونس قبل حتى سهلول ما تحل، نهزوا لتونس ونهزوا لسوسة والمستير هكا. وقعدت من طوال في الخدمة تاعي في البارك. لكن قبل ذلك سيوس، نعم، خليني ناخذ فكرة عن النشأة نتاعك، فين تولدت؟ الحي اللي كنت فيه؟ كان تحكينا بصفة عامة. تفضل تفضل. انا تولدت في رباط الصفاحة، في رباط الصفاحة معروف حدا جامع الزيتونة. ايوه، انا ولد المكي. المكي الوالد زاد كان يخدم سائق بالمستشفى الله يرحمه، وانا تولدت غادي في رباط الصفاحة. عندي النهج اسمه النهج، برشا ما يعرفوش النهج. نحن في رباط الصفاحة في زنقة سيدي بوتليس. ايوه، فما سيدي العجمي. ايوه، التوانو موجود. فما سيدي بن الشاب وين دار القدادحة. أيوة. وفما في الزنقة هذه يقولوا له زنقة سي محمود الزرمديني. ايوه، فيها دار المكي وفيها دار البراق وفيها دار ترودي سي، فيها دار بوراوي وفيها برشا، ودار بشير مختار بشير. سيوسف، نعم، حكينا على حي الصفيحة. ماذا بينا نعرفوا حي برما ناس الجيل توا ما يعرفش حي الصفيحة، ما يعرفش كما كنت تحكي هذا ناس سيدي بوتليس. اي زنقة سيدي بوتليس. كنت تعطينا وصف إذاعي
للحي ولا النهج يسكنت فيه. اي هي زنقه سيد بوتليس معروف رباط الصفاحه معناها. نعم نعم هي الزنقه ديال سيد بوتليس كانوا قبل يجيوه من ليبيا يزوروه هو جد طرابلسيه يجيو حضاره ليبيا. ليبيا انا ريتهم بيني كانوا يجيو يحتفلوا به ويجيو للمقام هذاك ويحتفلوا توا ما عادش توا مسكر وديجا السقوط وان شاء الله يرموه مثل هي مسكر مسكر الله كان تسكن فيها عيال زاده كان تسكن فيها عائلة ربطت صفيحة حي ناس تعرف بعضها كا وأنا أو أنا وأنا بطبيعتي لقديت حضر الزباس معناه نحن نقولوا له هذاك قبل نقولوا له الخلاء يسمى الخلاء هذاك على سماو الخلاء هكيك نعرفش يقولوا الخلاء بعد فهمتني وفيها القدات حول دار الجباس ودار العجرة معناتها الجيران يعرفوا بعضهم أكيد شنو يعرفوا بعضهم حومة وكانت الحقيقة ناس تحترم بعضها برشا وناس هدايسي محمود الزرمديني الله يرحمه وينعمه كان ولده محمد الزرمديني يعمل لك الحوكة كالنول وشنو أيوة. كي يدخل الزنقة سي محمود الزرمديني ما فماش معناها اللي قدام باب الدار يدخل احترام احترام كبير ما لا تقاش تولى غالب بدل الوضع وزيد بحذاكم زاد جامع الزيتونة اي جامع الزيتونة ذاك كان كان جدي طيب المكي هو يقيم فيه يقيم فيه نعم نقيب فم اي نعم أيوة. قريت الدراسة نتاعي قريت في مدرسة الفتح للأسف توا ما عادتش موجودة تتذكر المعلمين نتاعك نتذكر البعض حقيقة اللي قعد في مخي بالقديه بالقديه هو سي بشير بلغيث الله يرحمه مازال كي توفى هذاك حقيقة معناها باش نقول لك أنا قعدت علاقتي معاه حتى كي مرض وكل خاصة في حصة التربية الإسلامية سي بشير بلغيث كي ما تحفظش يمل علينا الآية يملها على قسم كامل 40 تلميذ يلزم نقراوه واللي تلقاه مازال ما حفظش ولا حاجة يخليه للحصة الثانية ما يروحش يعاقبه يخليه الحصة الثانية ويحطه في آخر القسم ويقول له ما تروح على ما تحفظها كل آية ويقراها أيوه ويقراها عليه يملها عليه ويروح سي حمود سي عبد العزيز عطله هو كان المدير نتاع المدرسة الله يرحمه سي فرج زادة هو كان هو المدير هو العساس هو اللي يحل ويسكر في المدرسة سي فرج حقيقة ننسى تذكرش أقرب كوشة كانت بحذاكم كوشة بالناظر كانت كوشة بالناظر هذه كان عارفها كوشة بالناظر وكان سي بجنبها سي محمد الشعباني عطار ايوه ومن هكا سي محمد الدعلول ايوه فهمتني علاش جبتك الحديث هذا نعم خاطر راهي الطفوله تقعد ديما راسخه في اذهانك ويفكرك وخاصه حبينا نعم قربوا الساده المستمعين نعرف الناس كل تعرف رباط الصباحه ونعرف لكن كيما الناس اللي بوتوليس هذا وناجي الناس ما يعرفوش صحيح ما يعرفوا ولي في موجود رباط الصباحه لتو هذه ساعة بقينا ما قيمة قلت لك معناها ما عادش لهين به سكر هو مغلق وسيدي بوتليس معروف معناها به انت السكنه نتاعك مع الوالد كنت في نعم. في الصفيحه ومن بعد تحولت ولا قعدت ومازلت لا الوالده تو ما زالت في دارنا ديك دار جدود انا توليت في المنصوره خديت دار في المنصوره فك الديار الشعبيه وتو نسكن في المنصوره اي تو نسكن في المنصوره مع زوجتي وعندي زوايز وليدات عندي توا عندي زوايز وليدات توا ما شاء الله كبروا خذاو الباك ومشاو عملوا تكوين عندي ولدي الكبير عمل تكوين في فك اللحام هذاك سودير هو حب يعمل لك سودير سومارا فهمتني يعمل عامين في مساكن فما مدرسة في مساكن تكوين وبعد يكمل سبيسياليتي في مدرسة أخرى هو كعمل العامين هذوك كي جينا نكمله قال لك لا سكر ما عادش فما ولا قعد كيكا نستناه حتى لين بربي وخدم في مسعدين في معمل قدم تقريبا جي عامين وكله توها عنده جي شهر من اللي بعث الدوسيه لكندا وقبلوه وتوا شد خدمته غادي والحمد لله معناها يبعث لنا في التصاور وكل يخدم ديجا حتى خدم نهارين بركة
عارفوا اللي غادي في كندا قالوا كانت تحب تعمل سوايع زايدة تفضل معناها اي تلمول لقاها اكتيف ولقاها كومبيتون اصل حتى فما شكون قال روكي بيحب يجربوا انسان على الاقل شهر من زمان يعطيوه شهر من زمان وبعد هو الحمد لله ربي سبحانه اكرمه اما النهارين قالوا كانت تحب جي تعمل ديزير سبليمونتير تفضل وديجا يخدم تو على روح عندي هذا محمود ولدي ايوا عندي ولدي الاخر حامد يقرا تو سنه وكمل دوزيام اني باستور وزيام اني ميكانيك باتو يعمل ميكانيك باتو في قليبيا في مركز التكوين ان شاء الله سنه يكمل السنه الثالثه نتاعو وربي سهل كان لقينا فرصه ولقى حظه هنا باش يخدم هنا ما كانش هو ديجا بدا يخمم تو في الهجره مع اخوه غالب للاسف شوف معناها انسان العمل اليدوي يعني انسان القرايه باهي مش باهي لكن احنا عندنا دائما لك المثل نعرفوه يوفى مال الجدين تلقى صنعه اليدين وفكرتك انت كي شجعت ولادك باش يتعلموا مهنه شريفه المهنه هذه تدر عليهم بالاموال ان شاء الله ومهنه تاع البطوات او مهنه الصدير مهنه شريفه اي مهنه اي نعم. مهنه اي مهنه نسيت تو انا اللي ننصح به الشباب القرايه هي تكون بكل امانه معناها هي تكون جينيه تكون من 17 18 فوق يا تمشي تعمل تكوين وتحفظ صنعه صدقني يخطفوك خطفين تو خاطر سيرتول برا ما عادش حتى هنا زاد الناس بدات تكبر كل صناعية ما عادش تو تتحفظ صنعة بحول الله تاكل منها الخبز وتسترزق ولاباس معناها مش كل شيء قرايه لا حتى نعم. حتى صنعة به السي يوسف تعرف نعم. نحن عندنا عادات وتقاليد في القروان نعم نتاع الاهالي ونتاع الاباء خاصة تلقاه ولده يقرا سنة أولى سنة ثالثة ورابعة خامسة ابتدائي وفي الصيف فين يوجهوا يمشي أما يمشي بحث حجام حلاق وإلا ميكانيك وإلا معناتها صناعة تقليدية أو صناعة أخرى صناعة يدوية فهمتني كي تسعى ليش يقول لك في صورة ما ولدي ما نجحش في القراية يلقى صنعة هذاك عاش يتلعك المثال نتاعنا يوفى المال الجدين يلقى صنعة هذا أنا عملته لولدي أنا تو ذاك أنا ولدي من اللي صغير ولدي محمود يقرأ ما زال يقرأ في الصيف حطيته عند ميكانسيان أو هنا قريب سي باش حطيته في عند شخص آخر يعمل لك يبيعك البلاستيك ويتحولوا للأسواق وكل شيء باش ياخذ خبرة ويبيع ويشري كل مشى هو زاد عمل مع صاحبه يعملوا كل اللي فوتوغراف ويصوروا الكل ومام طون يقرأ في التكوين أنا التكوين يقرأ في الصيف ما يقراوش يمشي يعمل حاجة أخرى تبارك الله عليه معناها الحمد لله متكون من انا زاد كيك الوالد نتاعي في الصيف مشيت خدمت عند النجار مشيت خدمت عندك اللي يعملوا الحوكه والنول هذاك والاي خدمت نسيجه نسيجه أيوة. عند سي محمد بشير الله يرحمه زاد معناها كما قلت انت الفكره نتاع الوالدين تو لا تو يصلعوا ويقول لك انا يزيني قريت وصلاع ويشد البورتابل ويحب يخرج ويمشي ما يحبوش يتعلموا صنعه هذيك حاجه الحقيقه وذاك علاش يا سي يوسف فما برشا مهن بدات تندثر بالضبط علاش تلقى البو يموت البو ما يقع حد ما يقاش كوني الاولاد نتاعو ما يحبوش يتعلموا صنعه الصنعه هذيك صحيح تبدا تنقص بشويه برشا صناعات شوف انت الحوانت في الجرابه كل بريس كلها سكرت سكرتين سكرت كل سكر تو اللي يخدموا في الحوكه ويخدموا في النور معناها ما زالوا كعبتين وكعبه وكهو فما للاسف حق هذه الدوله تعطيها اهميه حكايه هذه على الاقل تشجيع باش يمشيوا يتحفظوا الوليدات موجوده تو امشي شوف القهوي انت تلقى 12 و10 سنين كل شيء قاعد في قهوه تو فما فما مجالات كما قلت تحكي التكوين موجود التكوين المهني قاعد يعلم تو قاعد موجود فما القريه الحرفيه نتاع النسيج موجوده واحده بروته فما أماكن نجم يتعلم فيها الطفل أو الطفلة تتعلم إذا هي ما نجحتش في القراية نتاعها تمشي تعلم أي حاجة زربية تو قبل فماش دار في القروية ما تلقاش فيها في السقيفة تلقى فيها زربية تو وين الزربية يستحيل تو كان أنا تو الزرابي مازالوا في الريف تو تبارك الله عليهم معناها يخدموا في الزرابي أما في وسط القروية تو ما عادش عندك حتى دار تو تحل تخدم في الزربية صحيح تقبل دارنا ما ماتي تخدم الزربية ويجيبوا كل نحن نقولوا لهم صباحات قبل ما هذيك هي الكلمه صباحات يجي
وتهز للرباع وتبيع وتهز للدار الطابع. كان قبل ديار العربي الخمسة ستة تاع الصباح كانوا ما ديار اللي يحلوا الخيشة تاع الباب ويصبوا الماء قدام باب الدار. وكنت تشوف الكانون وكانون محلول في المعني يزهر، نحن نقول كانون يزهر وتخلوا البخور تحضر في الدي باش يجيها الصباحات وتفما وتفطر وتعمل كل ما شيء الصباح الصباح التوا التوا يقول لك اش بك الصباحه فاز بكري هما يفزوا هذاك الصباح رباح معناها الانسان يفز بكري توكل على ربي. أس يوسف يحصر على العادات هذيك بالحق بالحق بدا تندثر نحن ديما نقعدوا نذكروا كل العادات ديما نتحسروا ديما نتحسروا نقول علاش ما كناش علاش ما حضرناش جيل اخر يفكر في الصناعة التقليدية متاعنا وعلاش 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 به. سي يوسف نحن علاش رجعت بيك فلاش باك رجعت بيك التالي باش نعرفوا النشأة متاعك وباش نعرفوا التكوين متاعك ونعرفوا فين تولدت ونعرف الأولاد متاعك بارك الله في التوجه متاعهم المهني باش السادة المستمعين يعرفوا كاش كانت بداية متاعك كناش كنت يعني بداية متاعك أنك في الميكانيك ثم نحكي وتعالى الأولاد يتعلموا الميكانيك أنت بديت بالميكانيك نرجعوا توا حاليا الى نجم نقولوا الصحه العموميه اعطيني الميكانيك وكيفاش دكور دو سوار نتاع السونتي اللي قمت بهم. انا كي دخلت الميكانيك في الكاج انا ما نعرفش ميكانيك صغير بقينا لقيت في البارك غادي ناس مصلي على النبي نعرفش باش نذكر البعض خاطر تبارك الله برشا معناها نقب بايع عمر البرقاوي الله يطول في عمره مازال موجود لتوا ذا شيف دو بارك ناقصي احمد العلاقي ناقصي محمد دهماني يقول لي سي احمد العلاقي الكتريسيان الكتريسيان ايوا عرفته اي وشاف دو بارك زاد ناقصي محمد الدهماني الله يرحم يقولوا له كرزم ناقصي كرزمين هذه الميكانيك هذه خاصه في البيجو ايوا في البيجو والناصر الكتريسيان هذه في 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 الحجام تقريبا يخدم في الحجام في المستشفى انا تعلمت عليهم في المستشفى قلت كنا في المستشفى نعملوا لي ريفيزيون موتور ونخدموا الكهرباء ما تخرجش كهرباء نتاع السبيطار تصلح البرا فماش عندنا نعملوا الفيدونج غادي كل شيء غادي في البارك عندكم الورشه نتاعكم كل شيء عندنا المعون وعندنا كل شيء الفاتح نلقى سي عارفي اللي انا ديما نقول عارفي جميل الخبو هو من جينيراسيون نتاعي هو يمكن اكبر مني بعامين اما هو تبارك الله عليه من قبلي انا في الميكانيك ولقينا رواحنا قراب في العمر فهمتني تعلمت عليه برشا تعلمت عليه السياقه تعلمت عليه الميكانيك معناتها توسي يوسف نعم. في الميكانيك كهرباء تهبط امبان في اثنين ما تحيرش ان شاء الله هو تو الميكانيك راهو تبدل تو قبل يحصل على الميكانيك يعني تو نقول لهم يا ودي راني انا جينيراسيون نتاع البيجو ولا ميويت نتاع الكاتريل نتاع تو ميكانيك الكترونيك ودرا شنو وزيزمك تعمل لها دياغنوستيك حاصل تبدل الدنيا تبدلت قعدت المده ديك انت اي قعدت في الميكانيك فما تعلمت انا تعلمت ثلاث حوايج كي في البارك فما تعلمت ثلاث حوايج تعلمت الميكانيك من ما قلت لك من عند جميل وكرزم وتعلمت الالكتريسيتي من عند احمد العلاقي في البارك فما وتعلمت الدهينه زاد حتى الدهينه زاد نعدي المستيك وطوله عندنا في البارك فما عندنا نور الدين بن جازي يقولوا له الله يرحمه توفى معناها في البارك فما كان عندنا اللي يدهن الكهرباء ويعمل واللي يعمل الانستالاسيون تاع الالكتريسيتي سي احمد العلاقي والميكانيك عندنا قلت لك سي محمد من الله يرحمه كرزم وعم حسن وجميل فهمتني سي يوسف الجيل هذا تحكي عليه تحكي عليه كيما سي علاقي وكيما زيزي وكل هذوما هذوما الجيل اللي يخدموا بقلبهم ربهم صدقني معناها كي سمحني كي ياخذ قطعه يخدمها ما عادش تلقى فيها عطب اللهم هذيك بطول المده صدقني ما يغشش بالعيبر اوضح ما يغشش نحن تو اذا ربحنا حاجه ربحنا كي تولدنا وقينا وقت فك الناس هذوك كي يوريك بنصيحه وكي وديسبلين والانضباط وما فماش تسيب الوقت ناخذ الوقت مثلا نخدموا من سبعه لما ثلاثه فماش من سبعه لما ثلاثه مش كيما توراو فيهم الله يهدي والله الله يهدي بالحق معناها توا فما انحلال كبير في الوقت وما عادش يهمها العباد تبدا تدخل السبعه يجيك الثمانيه ونص التسعه ما عندهم تلقى سبعه ما ثلاثه تروح فماش وزيد نعطيك حاجه انا كي خدمنا الميكانيك والله صدقني انا ما نعرف روحي لا قعدت في قهوه ولا من السبيطار مشيت حليت جراج انا وبشير بن نبليه زميلي زاد توا مازال يخدم هو زاد ميكانيسيان زاد تبارك الله عليه حلينا جراج البرا معناها بعد الوقت في عوض نروحوا لديارنا ولا نمشيو للقهاوي لا نمشيو نحلوا الجراج هذاك ونقعدوا
ونصلح ونقاديه وخير من اللي نقعد نقولوا نحن في القهاوي وفي معناها وقتنا كله شارجي ما قعدناش ما الحمد لله وذاك الكل عطانا ربحنا به الخبره وربحنا به ما كدناش الوقت ما يهمناش معناها توا ساعات الانسان يخدم لك ساعه ساعه ونص ساعتين يقول لك اه فديت وقلقت وعييت نحن نهار كامل وهو الدليل معناها توا الصباح هاني خرجت في التقاعد وهاني خدمت وهاني توا نهار كامل محسوب من 7 ل 7 ما نحس روحي كاني ما خدمتش بالكل عادي صحيح. جدا معناها خاطر علاش استانس استانس باهي سي يوسف انت في الورشه هذه في السبيطار نعم. الجزار كيف جاتك فكره باش تعمل ديكور دو سوار حصص مسائيه في مدرسه علوم التمريض اي في القروان كانت خاطر في النهار ما تنجمش تمشي تقرا باعتبار انك مرتبط بالورشه تاع الميكانيكيه هذه نتاع السبيطار كيف جاتك الفكره هذه باش في المساء وشكون اللي شجعك باش تقرا ديكور دو سوار في السونتي هو الحقيقه هذه تشكر عليها الاداره معناها اللي اعطات فرصه أعطت فرصة للبرسونال اللي بيس يوسف قبل كنت فينا سنة تقريبا هذه في انبش هذه 84-85 أيوة 84-85 أنا تقريبا 40 سنة أي 84-85 أيوة أعطت فرصة قالت اللي يحب يمشي يقرأ شنو ما ينجموش في النهار خطر التلامذة تقرأ كل صحيح هما كوردسوار اللي يحب يمشي يقرأ من 6 متاع العشية إلى 8 متاع الليل ساعتين كل يوم ساعتين كل يوم يمشي هابش نوفروا لكم الأسادة نوفروا لكم القاعات تدخلوا تقرا واللي تعديوا كونكور وتنجم تولي معناها اوكسيلير الحقيقه نتاع ربي نقول لك حاجه زوجتي تو اللي هي انا تو متزوجها قبل ما نزوجها هي اللي شجعت هي في قسم التمريض هي ممرضه التمريض كيفي زاده هي دخلت زاده للمستشفى تخدم في فك الخياطه خاطر عندنا قسم في الخياطه عن اي في الخياطه في السبيطار في السبيطار وامام طوم شات حبت زادة هي تعمل كل دسوار تعمل كل دسوار شو الصدفة سي يوسف معناها انت ومرتك وعملت في المهنة نتاعك زادة خاطر جميلة ذا كان قلت لك انا جميلة اللي خدمت انا وياها اللي عارفي في الميكانيك هي. خو المدام خو زادة هو تخلى معنا في في الكور دسوار هذا علاش قلت لك انا صدف كيفناش انت في الميكانيك بعد عملت كور دسوار في السونتي المدام في الخياطه ثم تعم معناتها شو صدف كيش تخدم بعد واللي يحب واللي يحب يعمل يعمل واللي يحب يعمل حاجه يعملها تشجعنا الحقيقه ولقينا بعضنا ونحن سي ايمن ليغا اللي هو اللي رافقني في هذه الحلقه من البرنامج جمسة وفاء مش يحضر لنا الغنيه اللي قلت عليها الحب كله لام كلثوم